على بعض أمتار قليلة داخل أحد أقدم أسواق التوابل في القدس، سوق العطارين، تجد رجلاً يبلغ من العمر 74 عاماً يجلس في متجر صغير ويصلح أحذية باستخدام مطرقة صغيرة. والدي وسيدي كانوا من قبل صلحوا كنادر في نص خان الزيت، فهذه الشغلة زي ما تقول فضل الله، يعني الواحد عايش فضل الله. الإسكافي نبيل خريم يصلح أحذية منذ أكثر من 50 عاماً، وهي حرفة توارثها عن والده وجده. بمهارته وأدواته القديمة يعيد خريم إحياء الأحذية والحقائب القديمة، وعادة ما يكون متجره مزدحماً بالنساء والرجال الذين يرغبون في إصلاح أحذيتهم المستعملة مقابل مبلغ بسيط. وذكر خريم أن التقنيات الجديدة والتسوق عبر الإنترنت الذي يجعل من السهل شراء أحذية جديدة يشكلان تهديداً لمهنته القديمة، لكنه لا يزال يختار المثابرة والحفاظ على حرفته حية بالنسبة لأولئك الذين يفضلون إصلاح أحذيتهم بتكلفة رخيصة. تصلحوا بخمسة شيكل مثلاً ولا تكبوا تشري بداله، عشان هيك إحنا بنقول يعني صنعتنا حرام تنقرض بصورة عامة للفقير وللغني وللصحيح ومش صحيح، إنه إشي مكمل بعضه، عرفت كيف؟ لديه آلتان، إحداها يتجاوز عمرها 50 عاماً والأخرى تعود إلى زمن جده ويبلغ عمرها حوالي 80 عاماً، ويحتفظ خريم بمحله داخل البلدة القديمة في القدس التي تواجه صراعاً كبيراً على الهوية، إذ تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها، بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة مستقلة لهم في المستقبل.